هاي المدينة اسمها تاغاي تاي بالفلبين، ذاك بركان اسمه تاال. نشوفكم هاي منظر هنا كل جميل، الشمس انتنس هير. نشوفكم بقى الجو رائع. هذا بركان تعال بنصف بحيرة، طبعا انا متخيلتها بيها في ساحل او بشيء من القبيل، بس ما بيها ساحل كما ترون بقى. بس الشمس شوية لو تقللين الفولتجية هاي قوة نووية، يعني سهلة. ارجع نسوق. Pictures, videos, anything. Welcome here to Ta'al Lake, true? What is called this one? Ta'al Lake, yeah, be. Hay Buhayrat Al Burkan. Where is the volcano? That one, the highest one? هذاك أعلى واحد البركان. This is the volcano, the tallest mountain there. Actually, it is not tall because we were earlier very high places on the mountain when I drove down. Okay, I want you to play for me something. What's the best you can do? The best I can do is river crossing you, sir. Okay, do it then. Yes. Like that one. That is very nice. Where are you from? Iraq. I am Iraqi. Oh. Yeah. Thank you. Thank you so much. وهسه راح ناخذ قارب ونفتر على الفولكانو. لايف جاكيت، سترة النجاة يا بيه. ورايحين على القارب، راح نصعد بالقارب. صعود. هاي طبعا متحركة. هاي هو يو، وش يور نيم؟ ياشو. اجناشو يا ابي. اجناشو دير بالك علينا ها. اوبا. وصعدنا بالقارب وراح نفتر على بركان تعال، هذا اللي وتار وانفجر عام 2019. محرك هينو، هذا سيارة كبيرة تريلي، ما توقعت انا، حسبالي محرك صغير. او يا بيبي وي ار فلاينج. This is good day.
بعد الخمسة تقريبا. يمشي سريع والله. هذا المي دارك. هذاك همين بركان. براكين هواي بالفلبين. الساعة بالخامسة وسبعة عشر دقيقة. الشمس حاليا جاي تغرب. يابا خلنا نوقفها بعد ما منها. هلا 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 بحيرة تعال. هذا بركان. تعال يابي خلنا نصعد لكم نشوفكم. هذا بحيرة تعال اللي هي محيطة ببركان اسمه كذلك اسمه تعال. المكان اللي جينا من عنده غامينشار. لا ترى هلا المحيط هذاك المحيط غامينشار. بس انا ما اعرف شلون راح يندل هذا ويرجع. الشمس شوف شلونها ذهبية تقبل. غروب شوف راح يروح الغروب الجبل راح يغطيه. ثلاثة اثنين واحد صفر والغروب تلاشى بسبب البركان. تعال شلون فيه متعة. وصلنا للجزيرة يابي. هذا حلق فوهة البركان ورانا صارت هسه حاليا. معقولة؟ طبعا جاي نمشي بسرعة. سرعة يعني سرعة. هذا وصلنا لهذا البركان. هاي جزيرة بنص البحيرة طبعا. معقولة؟ طبعا ما مسموح النزول هناك مثل ما اخبرونا لانه ب 2019 اكو سياح واصلين وانفجر ومعظمهم اختناق وتاذوا. فلهذا الحكومه منعت الناس تنزل لانه يخافون خاف همين يتاذون. هذاك الغروب هاي اخير لقطه راح نشوفها الغروب. راحت الشمس. هاي مزارع مال السمك. صار هسه وقت المغرب والامواج جاي تعلى. فالسائق جاي يسوق بحذر وتأني لانه الامواج قامت تعلى والقارب جاي يتحرك بكثره. لطيف جدا. What?
تشوف. ثانك يو خويا. خلصنا الرحله وي فينيش ات اند وي جوينج باك تو ماي كار. There's a lot of fruits now here on the way. We're going to get a lot of fruits. This is a watermelon. There's a lot of pineapple. This is a very huge. هذا الأناناس ضخم ومنها أسعار تتدرج. Fat one. I am Iraqi. Iraqi. Yeah. Big man. You also big. What is the name of the area? Name Tagaytay. Ah, Tagaytay. Uh-huh. So how is business here? Good, good boy. This is good. Good, 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 good. Good
Bitter the seed. You are fun, sweet, right? Sir. No seed, seedless. What? طبعا الناس هنا مقسمين حسب الحجم. عندهم فواكه غريبة عجيبة. الجو طبعا بارد هنا، يعني هاي أول مرة بالفلبين أحس بالبرد. So now we finished the trip and it became already night, dark. We're going back to Makati and we continue different day and different vlog. Peace. Goodbye.